بس أنا ركزت بشكل خاص كوني عربي على المحيط العربي للدعوة إلى هذا الاجتماع التأسيسي الذي سيكون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 1 سبتمبر القادم، يعني بعد أقل من شهر وعشرة أيام. هذا الاجتماع سيضم كل اللاعبين الأساسيين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتنمية، بما فيها المنظمات الدولية المعنية بالتنمية، بما فيها الشركات الكبرى في تقنية المعلومات والاتصالات والمنظمات المجتمع المدني في التنمية، كل الستيك هولدرز أي أصحاب المصلحة في هذا المشروع، لنلتقي بتكليف من الأمين العام كلفت بأن أنظم هذا الاجتماع لنعرض هذا المشروع الذي أنجزناه ويعتمد ويقدم إلى قادة العالم في 21 سبتمبر في قمتهم العاشرة بعد الألفية. وأهداف الألفية كما تفضلت هي 8 أهداف تشمل التعليم، الصحة، المرأة، الاقتصاد، الفقر إلى آخره. نتمنى طبعا أنه تتحقق هذه الأهداف خصوصا من خلال رئاستك للإئتلاف الدولي. مثل ما كنت حضرتك تفضلت أنك أنت تهتم في المواطن العربي وحاجات المواطن العربي، عندك مشروع اللي هو بالنسبة للكمبيوتر العربي، تحدثنا عنه كمان. أنا أريد أن أشكر بشكر جزيل، يعني حقيقة هذا موضوع أريد أن أدخل منه كمدخل لأقول أنه ما في قوة في الدنيا تستطيع أن تمنعك من النجاح. خليني أنا بسوريا الآن، سوريا العرب وأعتز فيها، وأنا أخوالي مخولي سوري أعتز بأن أمي دمشقية، ولكن سوريا يمكن أن تسميها نقمة، أنا بقول الله أنعم عليها بأنها خضعت إلى حصار اقتصادي وإلى عقوبات اقتصادية بكل الظروف، يعني جعلت سوريا أكثر إصراراً على النجاح من خلال الاكتفاء الذاتي. هاي تجربة نموذجية، والآن نحن بكوننا لم نكن جزءاً من سوق المال العالمي أيضاً لم نضرب كما ضربت أسواق المال العالمية الأخرى، كمان هاي نعمة. وأنا دائماً بقول أن الدول التي تحصل على مساعدات من الغرب الله يعينها، مش أنا أشفق عليها ولا أهنئها، بس نحكي عن الكمبيوتر. الكمبيوتر ما هو تجربة الكمبيوتر؟ اللابتوب اللي احنا رح نصنعه وسنعلنه في 29، يعني انا عم بعلنه هون قبل اعلانه الرسمي، هو اعلانه الرسمي سيكون في 29 من هذا الشهر. اخذنا كل اللابتوبس اللي موجودة في الدنيا على اعلى مستوى، بقل بيها بتلاقي مصنوعة في الصين. فاذا كان الامريكي والالماني والياباني يستطيع ان يصنع في الصين، أنا أستطيع أن أصنع في الصين. المواطن العربي قادر أن يصنع في الصين. فمشروعنا سيصنع بنفس المصنع الذي يصنع لكل الماركات العالمية في اللابتوبس الكبرى الأولى، وبأعلى المواصفات، وبأقل التكلفة، وأيضا بمدخلات عربية إضافة إلى ذلك، وسيسوق في المنطقة العربية. تحرمني مني أنا أستورد كمبيوترز؟ أنا بصنع كمبيوترز. كما حرمتني من مواد كثيرة صنعت الدواء، صنعت الغذاء، مش أنا، الدول العربية ونموذجها سوريا. فأنا بالتالي أقول أن هذا نموذج للقدرة على أننا كما الشعب الفلسطيني في ظل حصاره استطاع أن يحقق ما يحققه من تطور علمي، أنا كمان أستطيع ويجب أن أستطيع. فأنا أريد أن أقول أن هذا نموذج ليعلم كل إنسان عربي وكل فرد عربي. أنا لا أعلم القادة، القادة يعلموني، أنا أقول عن أبنائي وأحفادي إنه أنت ما تقول إنه ما عندك فرصة، عندك فرصة، اصنع الفرصة. نحن دائماً أصحاب أفكار ومبادرات، وبالتالي الأفكار عديدة والمبادرات عديدة، لكن من أهم المبادرات اللي أنت ناديت فيها وهي تأمين عودة اللاجئين اليهود إلى أوطانهم، كيف تعمل على تصويت هذه المبادرة وبالفعل العمل عليها؟ أنا أؤمن بأن اللاجئ الفلسطيني له حق مقدس لن يستطيع أن يلغيه لا قوة عظمى ولا هيمنة ولا إجرام إسرائيلي ولا قرارات ولا تنازلات. حق الفلسطيني في العودة حق مقدس لن يلتغي لو بعد 1000 سنة. تعرفنا عليك في الاقتصاد، في عالم السياسي الواسع عالمك، لكن نريد أن ندخل إلى عالم الأسرة الخاصة بك، ولكن بعد هذا الفاصل.
مشاهدينا الأعزاء مع الجانب الآخر من ضيف حلقتنا رئيس مجموعة طلال أبو غزالي الدولية. كتير بصرنا نتعرف عن الجانب الآخر، الناس يمكن بتعرف الجانب العام والجانب الاقتصادي، لكن إذا بدنا نحكي عن الجانب الأسري شو تخبرنا عن أسرتك؟ أنا عادة لا أحب الحديث عن الأسرة لأنه أعتبره موضوع لا يهم المشاهد. بس تكريما لك راح أجاوب. شكرا. وأجاوب بسرور. ولكن العائلة نفسهم بحبوش أحكي عنهم. فلذلك حكي بشكل اللي مفيد. وهو أنني أنا في أؤمن بأن الوقت اللي يصرفه أي فرد مع عائلته، أنا مجرد فرد، نوعيته هي الأهم وليس كميته. قد ينظر الإنسان أنه أنا مشغول، أنا بشتغل معدل بالنهار 12 ساعة وحوالي 4 ساعات دراسة، أنا أدرس طالب اليوم يوميا أدرس 4 ساعات في حق الاختصاصي لأتابع ما يجري في العالم بالإضافة إلى 12 ساعة شغل، ولكن إذا استطعت أن أؤدي نصف ساعة من هذا النهار مع أولادي وأحفادي في حوار ووقت مفيد، أنا أركز على نوعية وليس مدة الوقت. يعني ممكن الأب أن يجلس 24 ساعة مع أولاده بس ما يقدر يفيدهم أو ما يقدر، بالعكس ينكد عليهم وينكدوا عليه ويطلع دينهم ويطلعوا دينه. هذا مش نوعية، أنا أتكلم عن نوعية الوقت. العلاقة مع أبنائي والآن مع أحفادي هي علاقة حوار ندي. خلينا نقول إنه عندك أربع أولاد صبيان وبنتين وثمان أحفاد، وعلاقة تحكي لنا عنها. وبعدين 8 أحفاد. طيب هلا أنا انتهيت من مرحلة الأولاد، الأولاد دول أصدقائي، الأربعة أصبحوا زملائي في العمل وأصدقائي. و شو أخذوا من شخصيتك؟ كيف بتحس أنه كل واحد أخذ شيء في وأخذوا كل الأشياء السيئة اللي فيه، وأنا سعيد أنهم أخذوا الأشياء السيئة فيه حتى أراهم أراها فيهم وما كنتش أنا السيء الوحيد. فبالتالي يسعدني أنه أرى سوء ما فيه موجود فيهم وبطريقة أسوأ. إنما أنا أسلوبي كان مع أولادي وهم أطفال من بدأوا يتكلموا كان الحوار ما عمري واحد قلت له ممنوع أو مسموح. كنت دائما أقول له أنا أريد أن تقنعني أو أقنعك، لأن أريد أن أعلمه على طريقة صنع القرار. وهكذا مع أحفادي الآن، يعني أحفادي الآن بيجيبوا لي جده أنا بدي كذا، بقول له خلينا نتناقش هل يجب ولا مش يجب وليش. ولكن من حيث المبدأ أنا بقول لك إنه أول أحفادي علاقتي معهم علاقة معلوماتية. في شغلة حلوة أنا حبيتها منك، إنك أنت في تعاطيك مع طريقة العطاء للآخرين، تقديم الهدايا للناس البعيدين عنك بشكل عام وحتى لأحفادك. احكي لي عن هيدي الفكرة، كيف تتعاطى معها؟ أنا الآن مندمج جدا في موضوع مجتمع المعرفة، وأريد أن أسمع من أحفادي إنسان معرفي، فكل ما علاقتي معه تتعلق في المعرفة، وهي موضوع الأدوات المعرفية سواء ككمبيوتر أو كبرامج معرفية، فهداياي معهم تنحصر في هذا المجال فقط، يعني أنا لا أهدي أي شيء آخر إلا له علاقة في تقنية المعلومات والاتصالات. حتى لو مثلاً طلبوا منك هيك بشكل يأخذ من أبوه، عندك أب روح لأبوك، أبوك بدبرك، أما أنا علاقتك معي محدودة بهذا الاختصاص. أنا هنا أريد أن أقول أن احنا أحفادي لما كانوا لسه صغار، والآن هم بدأوا يدخلوا الجامعة، لما كانوا صغار كان يقول لي ليش بابا ليش جده أنت دائماً بتحكي عن المعلوماتية وعن الكمبيوترز وعن الإنترنت. قلت له لأنه بدي أنت ورفاقك في المدرسة من جيل المستقبل اللي راح يعملوا اللي احنا فشلنا نعمله، أريدهم أن يعرفوا أن هذا هو المستقبل، فأريدك أن تسمع لأنك بتحبني وبتسمعني، أحبك تعرف أن مستقبل أمتنا ومستقبل سيطرتنا إن شاء الله يرتبط وتفوقنا على العالم سيكون من خلال المجتمع المعرفي. جميل.